السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. مولانا ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. شيخ، في واحده ام هي من صفاتها انها نمامه، وهي بتكسر الخوض في اعراض الناس وسرت اللسان ودايما مسببه مشاكل لاولادها. ايه حكم قطعه اولادها ليه؟ على قدر الحاجه يعني، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فبالمعروف قللوا الزيارات، قللوا الزيارات ولا تكثروا من الاختلاط بها، والهدايا بعد بين الحين والآخر وفقط. شكرا لك.